التشكيل المباراة، معلش اتفضل طبعا. تشكيل المباراة: محمد الشناوي لحراسة المرمى، رامي ربيعة وعودة جديدة وأيمن أشرف، محمد هاني وعلي معلول، وحمدي فتحي والسولية، وفي الأمام رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة وجيرالدو، ومروان محسن في الهجوم. مرة تانية خلينا أقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، رامي ربيعة وعودة بعد الإصابة، أيمن أشرف وعودة بعد الإيقاف، وحمدي فتحي وعمر السولية اثنين في وسط الملعب، ومن أمامهم ثلاثي جيرالدو ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي ومروان محسن. تغييرين يعني جيرالدو ومروان محسن، جيرالدو بيكون بديلا لحسين الشحات في هذه المباراة، أو يعني هيلعب بشكل أساسي في هذه المباراة عن المباراة السابقة. جونيور أجاييه مش موجود في التشكيلة الرئيسية لهذه المباراة. خلينا نطلع فاصل، أشكرك جدا يا دكتور أحمد، إن شاء الله نتقابل بعد نهاية هذه المباراة. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل تقرير عن حكم المباراة أو طاقم التحكيم لهذه المباراة، بعد كده نستقبل كابتن أيمن دجيش يكلمنا عن طاقم التحكيم لهذه المباراة.